مشهد لا تراه إلا في غزة، استخدام بطاريات السيارات لشحن الهواتف، حيلة اهتدى إليها الفلسطينيون في غزة لتجاوز قطع الكهرباء عن القطاع والتواصل مع أقاربهم وعائلاتهم في ظل الحصار الرقمي الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني منذ أيام. إحنا مضطرين إنه نشحن جوالاتنا تمام وبطارياتنا عشان إيش نكلم أهالينا، فيش كهرباء فضورنا ولا في مية فضورنا ولا في أي حاجة فضورنا، شردنا من دورنا عشان نقدر نشحن جوال. حيل بدائية تشكل الخلاصة لأكثر من مليوني فلسطيني لضمان التواصل بالعالم الافتراضي والبقاء على اتصال مع عائلاتهم وأقاربهم في ظل تبدد حلم توفير الأنترنت في قطاع غزة عبر الأقمار الصناعية عبر شركة ستارلينك المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بفعلها شاشة البنية التحتية في القطاع وعدم وجود تجهيزات مناسبة لاستقبال مثل هذه التقنيات. جاء من صدر الغالب من قراء عشان نشحن بطاريات هنا في المستشفى مجمع النصر الطبي. الوضع صعب جدا، يعني دوبنا احنا بس نشحن على قد الدار. تلاشي خيار الانترنت الفضائي تزامن مع اعلان شركات اتصالات مصرية عن عزمها على تنصيب محطات متحركة لتوفير خدمة الانترنت والاتصالات الخلوية على الحدود المصرية الفلسطينية، غير ان الاجراء يبقى مرهونا باصدار قرار سياسي من القاهرة. صار فش لانه اعلن عن الراديو انه فش نت والجوال طفى، فش اي على اشارة للنت او للاتصال. ثلاثة خيارات متباينة في مواجهة الحصار الصهيوني الشامل لغزة، وبين تفاصيل القطع والوصل يبحث سكان القطاع عن بدائل للعيش والتأقلم مع الواقع المفروض عليهم في قطاع يغرق منذ الجمعة الماضية في عزلة تامة تحت الغارات الصهيونية العنيفة. وقسما بالله هذا الإشي معايا. لكل شيء بدائل هنا إلا الأرواح.